تعالي يا أمور، تعالي تعالي يا حبيبتي، خدي ادي ده لبابا ووصيها علينا بالله عليك. ودلوقتي أصبح معاك شيك بعشر تلاف جنيه، ودول خلاص مش ممكن تخسره. اللهم صل على النبي، يعني دول لا يمكن أخسرهم أبدا؟ أبدا. حتى لو حطيت الفلوس في محفظة كروكوديلة وحد سرقها مني هيفضلوا موجودين؟ يعني ممكن يفضلوا موجودين لو الحرامي ضميره صحي ورجعها لك. حتى لو فتحت مزرعة دواجن وقعدت ما أكلهمش 14 يفضلوا عايشين؟ يا حبيبي أنا مش سحر، مش عامل لك عليهم عمل. ربنا يستر على اللي جاي. السؤال السادس. الساتت. السؤال السادس بيقول: يتم تطعيم الطلاب في المدارس ضد مرض النلاف ولا النماف ولا النكاف ولا النشاف؟ النلاف ولا النكاف ولا الخشاف ولا ايه؟ مفيش خشاف. خشاف ما ايه؟ ما بتكسروا صيامكم على ايه يا عم انت؟ ما تقول حاجه يا جحش يا جحش. هرجموا الفلوس اللي بدفعها في المدرسه بتاعتك، كنت فتحت مزرعه دواجن، اطعمت ضد ايه انت قول؟ انا رحت عشان اطعم والله، لما دخلت عليهم افتكروني موجه في الاداره التعليميه، وقالوا لي كل حاجه تمام يا استاذ، كل حاجه تمام. ما استفدتش منك باي حاجه، يا ريت كنت خلفتنيش. يعني مفيش حمام؟ مفيش حمام. ولا انت هتكح؟ وانا اكح ليه؟ طيب يبقى محاسبك على مر. طيب يبقى شوف وسيله ثانيه بقى، ممكن استعين بصديق؟ ماشي. ما مستنيين رايك. ممكن بنطلب من الكنترول ان هو يتصل بصديق. انت سايب 3 ارقام في الكنترول؟ انت سايب 3 ارقام في الكنترول؟ خد اللي اخره 3 6. اللي اخره 3 6 اسمه ايه؟ استاذ محمود. محمود مين اللي هيتصل بيه ده؟ اكيد دكتور. استاذ محمود اهلا وسهلا بيك، بنرحب بيك في برنامجنا مين هيكسب النص مليون. معانا صديقك حزلقوم على الهوا، محتاجك في مساعده. صديقي مين وحزلقوم مين؟ بحيات امك يا محمود يا عرسة. مين محمود عرسة دي؟ عامل نفسك مش عارفني؟ على فكرة انا قصدت اكلمك من البرنامج عشان عارف انه هيظهر لك برايفت نمبر، وعارف انك بتتهرب مني. الفلوس يا محمود يا عرسة، الفلوس. هو انت كلمته في البرنامج عشان خاطر فلوس بينكم وبين بعض؟ كان مصرف مني في 2013 50 جنيه شحن كارت وما رجعهم ليش، وانا بصراحة قلت اضرب عصفورين بحجر واحد.